السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة اللي تعلقنا طبعا بامتحان أو نموذج امتحان موحد إقليمي القسم السادس ابتدائي، طبعا التربية الإسلامية. نشرح على بركة الله. الآن عندنا الوضعية: خلال حصة الوعظ والإرشاد بين العشاءين في شهر رمضان المبارك، قدم الواعظ درسا حول طبعا الصدقة والبذل في سبيل الله، مستشهدا بآيات من قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، ثم انتقل للحديث عن قصة آل ياسر وصبرهم على الابتلاء. وفي آخر الدرس حدث الواعظ عن سنن الصيام، وبعدها فتح باب الاستفسار ليجيب عن تساؤلات المصلين. هنا اكتب من قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إلى إن كنتم صارمين. نعم، ستكون حافظ لها أبنائي وتكون تعودت على الكتابة حتى لا تقعوا في الأخطاء. وطبعا راه عندكم في الكتاب، كان بإمكاني نكتبها ولكن عندكم الكتاب. استوقف أحد الحاضرين الواعظ عن كلمتي الصريم والحرد، وضح معناهما. نعم، الصريم هو الليل الأسود، إذا ستكون عارف شرح بعض الكلمات المهمة في الليل الأسود. نعم، حرد يعني هو حرمان الضعفاء منهم، حرمان من الضعفاء طبعا من حقهم، فللضعيف أو الفقير حق، حرمان الضعفاء بهم. اذكر القاعدة التجويدية في كلمتي طائف من ربك، من ربك. إذا هنا كنا الإدغام، هنا الإدغام طبعا، لأن من ربك عندنا حرف إدغام هي يرملون، يرملون من ربك. فنقول مثلا من يعمل، نقول من يعمل، يكون هنا إدغام من يعمل، لا نذكر النون الساكنة. من يعمل من ربك، من ربك. نعم، نائمون، 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 هذا مد مشبع، هذا مد مشبع، نائمون، نائمون. إذا هنا ما جزاء أصحاب الجنة الذين منعوا حق المسكين؟ نعم، نحلوا الصفحة هنا، قالوا ما جزاء، ما هو جزاء أصحاب الجنة الذين منعوا حق المسكين؟ إذا شنو جزاؤهم؟ أنهم احترقت، أول حاجة احترقت طبعا جنتهم، احترقت جنتهم. علاش؟ على عدم إعطاء طبعا إعطاء الصدقة للمساكين، هو حق ديالو الصدقة للمساكين، للمساكين. نعم، إذا هنا من خلال حديث جبريل أذكر ثلاثة من الأركان، أركان الشهادتان، أركان الإسلام، الشهادتان، الصوم، وتصوم رمضان، الصلاة. معروف الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، نعم، صوم رمضان، والحج. ولكن ذكروا طلبوا منا غير ثلاثة، ما تقولش كل شيء، وثلاثة من الإيمان. نعم، غير ثلاثة: الإيمان بالله، الإيمان بالله، كتب الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. لكن سنكتفي بثلاث أركان من خلال ما درست. نعم، من خلال ما درست في صور دروس الاقتداء، كيف يقتدي المؤمن بآل ياسر عليه السلام؟ نعم، سبق أن درسنا طبعا هذا الدرس، هذا يتعلق بكيف نقتدي بالمؤمن بآل ياسر، كيف يقتدي المؤمن بآل ياسر عليه السلام. إذا من بين الحوايج الأولى هي الصبر على قضاء الله، الصبر على قضاء الله، ثم الرضا بمشيئته. نعم، الرضا بمشيئته، بمشيئته، ثم التسليم لإرادته، التسليم لإرادته. إذا هادو بين ما نقتديه من آل ياسر. هنا لاحظت أن بعض الناس يقدمون السحور ويؤخرون الفطور، ما يكون في ذلك؟ إذا هذا مخالف، مخالف لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طبعا ورأيي ديالي، أن لاحظت، ما رأيك؟ إذا أنا غير متفق، نظرا لأنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستجد بالنص الشرعي المناسب. سأكتب لكم في علبة الوصف النص الشرعي المناسب. طبعا
أتمنى أن تكون قد استوعبتم. ترقبوا الحصة الجاية إن شاء الله، ستكون فيها الرياضيات، امتحان الرياضيات واللغة الفرنسية. دمتم في رعاية الله ومزيدا من التألق، أتمنى لكم النجاح والتوفيق، وإلى اللقاء أبنائي الأعزاء.